الجراد يا شباب. يا عبد الله شمسان ربع بكم في حقتها وانت مخزن مخزن قد اكلنا الثنو كلنا ما عبش الله بعضهم يا حجاب الله حجاب ربي ليش ليش نحن على برنامجنا بس والله قد ان يكفن مدينة كاملة ما شاء الله من والله كيف العليا هاك يجي 500 كشاء النامش وقت الصواء كما تلاحظون الآن أسراب الجراد غزت منطقة نجران بكثرة لا إله إلا الله سبحان الله ولله في خلق الشؤون هي الآن تتجاوز منطقة نجران منطقة القابل حتى الحمام قسما بالله ما أدري كيف يطير بينه سبحان الله ولا إله إلا الله شوفوا الآن أسراب الجراد مغطية القابل مغطية الجربة مغطية القاع لا إله إلا الله ولله في خلق الشؤون سبحان الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أول مرة نشوف الجراد هذا في منطقة نجران أول مرة نشوفه في المنطقة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحانه لا إله إلا الله سبحانه الجراد الجراد